مساء الخير لكل مشاهدينا في الوطن العربي وخصوصا الدول الأشقاء الأردن، مصر، فلسطين والعراق بحلقة جديدة بتجمعنا ببرنامج بيت للكل. بيت للكل ومن خلال أكيد يعني الدول اللي بتجمعه دائما بنقول فيه إنه إحنا بنبني جنبا إلى جنب وإيد بإيد، بنبني بالعلم والمعرفة والثقافة لأنها تعد أقوى الأسلحة. بهاي الأسلحة بنقدر إنه نبني الأمم والشعوب والحضارات، ومعروف أكيد عنا كشعوب إنه إحنا شعوب علم وسلام، وأكيد التاريخ بيشهد على ذلك. أكيد الخير. مساء الخير عليكي ومنورة استوديو القاهرة وأهلا بيك. منورة بأهلها أكيد. وأنا حقيقة يعني يمكن يعني تعليق بسيط، حاسة حالي بين أهلي وبين ناسي وكأني مش أول مرة بشوفكم ولا بتعرف أكيد عليكم. أكيد أنت في بيتين، بيت مصر كبير وبعدين بيت للكل. صحيح. فأهلا بيكي دايما وأهلا بكل مشاهدي بيت للكل. زي ما قالت ألكسندرا بالظبط بأنه الحضارة العربية مش مرتبطة بس بالثقافة ولكن هي مرتبطة بالتاريخ. عندما تمشي في كل دولنا العربية تقرأ التاريخ، تقرأوا مرة من الأثار، تقرأوا من الحضارات، تقرأوا من أشياء كثيرة جدا. عندما تزور الأردن وزرت الأردن أنا أكثر من مرة الحقيقة، فتقرأي التاريخ طول الوقت وتقرأي بأن هنا مرت الحضارات زي الأدوميين، الكنعانيين، الأنباط وغيرها. فالحضارات دائما لها أثار والثقافة مستمرة في دولنا العربية. صحيح. يعني إحنا مرات كتير بنقول ويمكن تحدثنا بحلقات سابقة عن الثقافة العربية، ولكن اللي بيجمعنا زي ما حكيتي شافكي الحضارات. يعني زي حضارة الأدوميين كانت موجودة بجنوب غرب الأردن على الحدود مع فلسطين. فإحنا من يعني بالدول مش بس إخوان، إحنا بتجمعنا هذه الحضارات. والحلو بالموضوع إنه إحنا عرفنا عن هاي الحضارات من الكتب طبعا. فأوقات كتير بنقول لولا هذه الكتب ما قدرنا نعرف الشعوب كيف عاشت. صحيح. الحضارات كيف انبنت، أو حتى لو أنت يعني نظرتي للأثار تقرأين التاريخ. صحيح. ولكن هناك حكايات. صح. وتفاصيل. الله. فالتفاصيل تنقلها الكتب. صح. أكيد. لو بنتكلم على الكتب مشاهدينا، عندما تقرؤون التاريخ وكأن التاريخ هناك جملة كلنا نرددها، التاريخ يعيد نفسه. صح. هل نتعلم من التاريخ أم لا نتعلم؟ والحقيقة كمان بأن لأن العرب كانوا يملكون من هذا التاريخ الفكر، وكان الفكر يكتب في كتب كثيرة ومصادر كثيرة. يعني أنا بعتقد لو عدنا بالتاريخ كنا قرأنا كل في كتبنا العربية الكثير من الثقافة. صح. الشعر، النثر، العلم، العلوم المختلفة، علوم الفلك والطب والرياضيات المختلفة والكثير من الكتب. ولكن فكرة أن المغول عندما كان يستعمر ويحتل ويدخل كان يحرق هذه الكتب خوفا من أن هذه الثقافة يعني تدوم ويكتشفها أصحاب البلاد ثم يقضونهم عن المغول، ولكن أبدا لم تختفي الثقافة العربية. يعني يمكن جزء كتير كبير من طمس الهوية للأسف اللي بيحاولوا كل المعتدين يقوموا فيه هي حرق الكتب، أو يعني إنها تكون مش موجودة حتى ما تتحدث عن التاريخ. يعني في مقولة بتقول إذا حرقت كتاب فأنت حرقت إنسان. صحيح. وإذا حرقت كتاب مصنف فأنت حرقت أمة وشعب. يعني هذا بدل قديش أهمية الكتب. يعني في عالم فرنسي اسمه بيير كوري حقيقة حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1902، قال إنهم قدروا يتمكنوا من تقسيم الذرة من خلال استعانتهم ب 30 كتاب بقيت أيام الحضارة الأندلسية. فتخيلي لو بقيت آلاف الكتب كان ممكن فعلاً إنه ننتقل بين المجرات الفضائية زي ما حكى. قديه ممكن من خلال الكتب تقدر تعرفي علم أكثر، تقدر تعرفي قصص وحكايات أكثر، تقدر تاخدك إلى تطورات بشكل كتير كبير.
ولكن للأسف الشديد يعني حرق الكتب اللي صار في التاريخ أثر بشكل يمكن سلبي، ولكن إحنا مواصلين ورح نضلنا محافظين على كتبنا وعلى الحضارة أكيد اللي موجودة فيها. أكيد. يعني موضوع شارع المتنبي، الحريق اللي شهده هذا الشارع في البلد العريق العراق الحبيب، يعني واحد من الأشياء اللي أثر أكيد طبعًا بشكل طبعًا سلبي، فهي حدث من هذه الأحداث، ولكن عارفة عودته بقوة الآن وبشكله الحديث يعني أكدت بأن الحضارة باقية مهما صحيح حاول الجميع. وتحدثتي أنت عن شارع المتنبي وشوقتيني حقيقة للواحد أنه يشاهده بالحلقات السابقة، ففعلا يعني الحضارة مستمرة وباقية بإذن الله. صحيح أن المكتبات لها أهمية كبيرة، هي مش فقط توثق للمعرفة وأيضاً للثقافات، ولكنها أيضاً تصون الكلمة زي ما بنقول طول الوقت، يعني أنت تدخل إلى عالم المكتبات وكأنك تدخل للتاريخ. أنا ما زلت أتذكر ألكسندريا، افتتاح مكتبة الإسكندرية التجديد الخاص بها منذ سنوات، وكنت مذيعة لسه في البدايات، وكان حفل كبير وضخم جداً لأنه أتى إليها رؤساء وملوك من العالم، وهنا فعلا تقدرين أهمية الثقافة والكلمة لأنها هي التي تقيم الأوطان في النهاية.